نظم بيت الموسيقى في شفاعمر مخيماً موسيقي للمرة الأولى بمشاركة فنانين من خارج البلاد، ويهدف المخيم إلى إثراء الطلاب العرب فنياً وحثهم على تطوير القدرات الإبداعية. المخيم هذا أول سنة بنعمله، وبتخيل أنه مشروع سباق بالمجتمع عنا. هو عملياً 5 أيام اللي فيها الطلاب بخلقوا موسيقى من يعني بتقسموا لمجموعات وبخلقوا موسيقى بحد ذاتهن، وبالآخر بيطلع في عمل موسيقي مشترك اللي بيعبر عن أعضاء المجموعة. بطبيعة الشغل اللي بنشتغلها الكرياتيف ليرنينج هي إنه إحنا نتيح مجال للطالب إنه يطلع شوي من الإطار التقليدي، إنه يتعلم بحسب النوتة وحسب، إنما يروح أكتر للناحية الإبداعية اللي عنده ويقدر يعبر عن نفسه من خلال آلته. Try to explore how different instruments and different ages and abilities can work together. And for many of them, this is a new way of working. I don't necessarily think of myself as a teacher, but rather I'm bringing an opportunity for them to be able to create their own music in a group. So we spend the week developing different ideas and then finding ways to put it together. So I'm trying to, I guess, encourage them to be composers and creators as much as performers. بحاجة للطالب بالموسيقى يعرف يعبر عن حاله عن طريق الموسيقى، يعني هذا الاشي بشوفه كتير مهم. وأنا يعني بحب إنه أشارك مع عازفين تانيين وحتى مع عازفين مش من نفس الآلة اللي بدقوا عليها، يعني من آلات تانية، وأتعرف على هدول الآلات. فهذا الاشي كتير بشرفني إنه أحضر هيك ورشة. وكمان عنا كتير ورشات غير ورشة بريثا اللي هي ورشة الجيتارة مع يزن. هون احنا تعرفنا اكتر عن موسيقى الفلامينكو، عن كيف منعزف جيتارة الفلامينكو وعن كتير اشياء فيها. من خلال المخيم يتعلم الطالب طرق فنية جديدة مثل عزف الفلامينكو والعمل في مجموعات التي تهدف الى خلق لحن مشترك يطغى على كل اختلاف. صور جميلة جدا بالفعل، يعني تعودنا بشكل عام هالمخيمات الصيفية الترفيهية التقليدية بين أقواس، ولكن بالفعل بالفترة الأخيرة تجارب مغايرة ومختلفة عم نشوفها في مجتمعنا العربي، مخيمات موسيقية، وكمان حكينا بشي مرحلة بهذا الموسم من الصيف عن مخيمات للرقص. صحيح، وهذا شيء جدا 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 جميل. يلا خدينا. بدون شك انه المخيمات كتثري المشاركين بالفعل، بالذات اذا كان عندهم ميول او اذا كانوا عازفين ويدرسوا الموسيقى. رح نحكي عن هذا المخيم اللي اول مره بتبادر له او يبادر له بيت الموسيقى في شفاعمر مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو. السنه شوفاني، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. السنه كنت مركزه مخيم بيت الموسيقى، معنا عازفه الفيولا والمشاركه في المخيم ماريا جبران. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. ونجوان خالد قصقصي، عازف قانون ومشارك في المخيم، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكو. طيب سنة، بداية على مدار 5 أيام من 6/8 لحد 10/8 كان المخيم أول مرة بيت الموسيقى بيقرر أن يكون في مخيم صيفي موسيقي إثرائي. كيف أجت هاي الفكرة؟ الطلاب بتعلموا بشكل عام ببيت الموسيقى، مش بس ببيت الموسيقى، بالمعاهد خلال السنة الدراسية من شهر 9 لشهر 6، وعندهن عطلة الصيف اللي هن بيعملوش فيش إنتاج موسيقي بهاي الفترة. فكان الإشي بالأساس إنه نخلي الطلاب موجودين بجو الموسيقى، ولكن هاي المرة طرق إبداعية أكتر وممتعة أكتر. حلو. فأجت الفكرة بهاي الطريقة، فكرة انه عم نستمر بتعلم الموسيقى في مضامين كانت اللي كتير هيك إثرائية عن جد، مثل ما إثراء وإبداع. يعني الإبداعية أكتر اللي نشتغل، نقدر نطلع من الطالب
قدر الإمكان يعني منه قد ايه ممكن يقدر يلحن يرجل يعزف يشارك. ما بصح بشكل عام بدروس التقليدية يعني خلال السنة الدراسية ياخذوا هاي المهارات ربما، بس يعني بالإضافة كمان للأجواء الحميمية في بيت الموسيقى بشكل عام، كمان في كان شفنا مشاركين من خارج البلاد، ما بعرف إذا كانوا بالفعل هن بس مشاركين أو مرقوا ورشات في هذا المخيم، بس هذا كمان شق بالفعل رائع سنة ويتميز فيه كمان بيت الموسيقى بمدينة شفا عمر. خلينا نروح شوي للمشتركين نسمع عن هاي التجارب ونسمع عنهم في البداية. ماريا بدي أبلش معك، معضلة كبيرة كانت قبل الهوى لما حكينا إنه هذا كمان، قلت لنا لا عفواً هذا فيولا. هات نبلش من شو الفرق يعني، قلائل يمكن اللي بيعرف هذا الموضوع. أول إشي الفيولا هي كمسكة الكمانجا تنحط كمسكة الكمانجا، والأوس تبعه نفس الشيء. هو في أنواع شكل تانية للفيولا، في اللي بتيجي أكبر أكتر من تحت، فهي أكبر من الكمانجا بتيجي أكبر، وفي أوتارها هنا في وتر أدخل من وتر الكمانجا اللي فيش عنده، وأنا ما عنديش الوتر الرفيع اللي عند الكمانجا. أوكي. هذا الفرق، هو الكمانجا يعني بين الفيولا بين الكمانجا والتشيلو الصوت بيختلف وآليات العزف كمان بتختلف؟ لا نفس الطريقة، نفس الطريقة يعني اللي بيعرف كمانجا ممكن يعرف فيولا. فيولا يلا بونكس 3-1 نظافة وريح حلوة وتوفير. لا طيب خرفينا هيك، كيف بلشت رحلتك وحبك لهاي الآلة العظيمة؟ أول إشي أنا بالبداية ما كنتش أعرف مثلكم شو هو الفيولا، يعني كنت أعرف في كمانجا وتشيلو والكونترا باس الكبير. كنا قبل سنتين نيجي على بيت الموسيقى ندخل أنا وإخوتي الكمانجا، إحنا كنا الثلاثة نفوت كمانجا، بس عامر إجا واقترح علي، مدير بيت الموسيقى عامر، أستاذ عامر طبعا، إجا واقترح علي آلة الفيولا وأنا ما كنتش أعرف شو هي الفيولا بخلال. عرفنا عليها أكتر يعني، فتت الدروس على آلة الفيولا وحبيتها انه حبيت اعزف عليها يعني. وهي كآلة اللي فيش كتير منها يعني، فيش كتير ناس بيعزفوا عليها. حلو رائع ماريا، كمان شوي رح نسمع طبعا نجوان. ما فيش امل انك انت زي ما كنتش عارف شو الآلة اللي اخترتها. القانون من اصعب الآلات الوترية بحسب شو انا بعرف، مجرد نشوف قديش فيها اوتار. انا بعرف انه كمان اصعب. لا القانون أصعب. مش مقارنة، كل آلة إلها خصوصياتها وأساليبها. عقدنا إحنا التنين، لا أنا ولا أنت الرئيس. نوم الأول. نجواني قديش صار لك تعزف، كيف اخترت آلة القانون كمان نسمع. وصل لي 6 سنين تعلم على القانون عند أستاذ سامر بشارة. أول كنت قاعد مع أهلي بالبيت، شفت التلفزيون شفت آلة عليها كثير أوتار. صح طلعت هاي هي. هاي اللي بدي إياها. هاي هي. قبل 6 سنين. قبل 6 سنين يعني بلشت نسبيا بعمر صغير، كان صعوبة بالبدايات؟ لا أكيد يعني طبعا يكون بصعوبة، كثرة الأوتار، العرب الموجودة، كثير أشياء إنه مش إشي واحد مبين إيش تساوي فيه، في كثير تعقدات فيها بالنص، هي تعرفي. فكانت البداية بطيئة نوعا ما، بعدين لقدام بلش يتحسن الوضع. انت 6 سنين في بيت الموسيقى اوكي، واليوم انت موجود في الفرقه الخاصه ببيت الموسيقى في التخت الشرقي او التخت الشرقي. جميل جدا، مع فرقه كمان هيك رح نسمع اكثر منك. احنا مش رح نتعرف على القانون، ولكن رح نسمع نجوان شو بيعمل مع القانون بعد شوي. طيب سنة أكثر هيك عن المخيم الموسيقي اللي كان حكينا كان خمس أيام. انتهى نهاية الأسبوع. أنا بدي أسمع عن ردود الأفعال، يعني حكينا دائما أنه في مهارات جديدة ما بيخدها الطالب أو المتلقي أو الموهوب، خلينا نقول تالنت، ما بيخدها خلال السنة الدراسية خلال دروسه في بيت الموسيقى. بدي أسمع عن ردود الأفعال عند الطلاب بعد ما يمرقوا في ورشات فظيعة من هذا النوع. أولاً بيت الموسيقى بيت حاضن جداً، والشعور إنك متواجد غاد وكأنك متواجد بالبيت، فالطلاب كانوا يجوا كأنهم جايين على البيت تاعهن، وردود الفعل يعني بعد كل ورشة بعد كل عمل أو إنجاز يعملوه كان الشعور جداً رائع، وغير إنه مريح طبعاً.
دائما كانوا يجوا بحماس اكبر لليوم اللي بعده، للورشات اللي جاي بعدها، يعني تخلص الورشه يستنوا بشغف للورشه اللي جاي من بعدها. جو رائع، وردود الافعال الطلاب كثير انبسطوا كيف شفنا، وبتخيل انهم صاروا يستنوا للمخيم الجاي للسنه الجاي. رائع، ومجرد نقول موسيقى غذاء للروح. قبل ما تبلش مريا تحضر حالها ونسمع مقطوعه، سنة صححي معلوماتي اذا غلط، بمسيرتك بفترة الثانوية 5 وحدات بجروت بالموسيقى، بعد هيك لقب أول بالجامعة، بعد هيك شهادة تدريس للموسيقى، وحاليا لقب ثاني كمان في الموسيقى. يعني هذا الشغف بأنه بكل مراحل حياتك ما يكون فقط هواية، يعني اليوم هو كمان مهنتك، كمان شغفك، صحيح، كمان هوايتك، كمان مجال دراستك. ليش الموسيقى هيك مركز حياتك؟ الموسيقى كانت جزء لا يتجزأ من حياتي من أنا صغيرة، بديت أعزف بيانو بجيل صغير، وكملت، انفتحت لمجالات كبيرة انه اتعلم، اعمل البقروت بفترة الثانوية، اني اطلع اتعلم كمان اعمل لقب اول بالموسيقى، وشفت انه ممكن انا امرق كل هاي المعلومات اللي موجودة عندي، كل المعرفة اللي صارت موجودة عندي ممكن انا امرقها للاجيال الجاي. فالتعليم اني اعلم وامرق المعلومات دائما كنت اشي احبه، وأعطي للأجيال اللي جاي. جميل جدا. وعلى سيرة البيت، بيت الموسيقى، هيك لو تشوفي عفاف كمان المشاهدين طبعا، كيف بشكل عام حتى خلال السنة الدراسية بيكونوا الأهل لكل طالب، حتى يستنوا العلاقة بين الأهل، العلاقة بين الأهل والأساتذة اللي بيعطوا دروس، في بالفعل جو حميمي ورائع في هذا البيت، بيت الموسيقى. يلا ماريا، يا ماريا، يا ماريا، شو بدك تسمعينا؟ رح أعزف اللي عزفته بالكونسرت نهاية السنة، هو تمرين من كتيب، يعني كتيب تمارين. يلا نسمع مقطع. ماريا. رائع يا ماريا، يعطيك العافية، رائع جدا. هيك نميل صوت الفيولا،
صحيح، بس هقول لك اني فرق يعني لا انا فرقت، حسيت فرق صغير على السمع، بعرف اكثر من هيك. اذنك موسيقيه اكثر من اذني. صحيح. يمكن بعرفش نجوان، قبل ما تسمعنا كمان هيك المقطوعه اللي محضرها على القانون، بالفتره الاخيره كثير صرت اسمعك الموهوبين اللي في اعمار حتى صغيره على الالات الشرقيه صاروا يفوتوا كمان الالات الشرقيه على الغربي. شو رايك بهذا الميكس اللي عم بيعملوه او الدمج هذا؟ ابداع. بتحب جربت؟ انا حاليا ما جربتش، بس مفكر لقدام احاول اجرب هيك شغله. هذا ابداع بحد ذاته، انك تحاول تمزج شيء غربي مع شيء شرقي، بيطلع شيء كثير حلو جديد، شيء مش مألوف للعالم، انه مدرستين منفصلات، المدرسه الشرقيه او العربيه والمدرسه الغربيه يندمجوا مع بعض، هذا شيء بيطلع شيء مدرسه جديده بحد ذاتها. وين مدرستك انت؟ شو بدك تسمعنا؟ انا بدي اسمعك ارتجال على مقام النهاوند. يلا جداً. عن جد رائع، جميل يا نجوان، رائع. شايف الصعوبة؟ أنا كل وقت ما شاء الله عليك أطلع قديش في أوتار، بس إنك تعرف الوتر اللي يطلع النغمة وارتجال كمان. يا هذا ارتجال حكينا، أكثر من رائع نجوان، يعطيك ألف بالفعل حاجة. هيك مليت مليتوا الاستوديو بالفعل طاقات حلوة ونقلة كانت منيحة. صحيح. على الآخر كنا بحاجة نقلة من هذا النوع. عفاف ماريا، إذا في وتر ناقصك بما إنه حكينا في وتر ناقص وهيك. طب نسمع منكم كم مشتركين في المخيم. ماريا أبلش معك، يعني مثل ما ذكرت سنة بتتعلموا على مدار العام، أوكي في فصل أو فرصة، تعال نقول فرصة صيفية. نعم. معينة، بس كمان بالفرصة قررتوا أنكم تكونوا موجودين في هذا الإطار، ما كانش ممل لكم بيناتنا؟ بالعكس. يعني لما حكوا عن البرنامج إنه والورشات اللي فسروا انه ايش رح يكون كل ورشه، يعني كثير تشوقت انه افوت على هذا المخيم، لانه حسيت انه مخيم غير شكل عن مخيمات الباقي، اضاف اشياء او معلومات، او عن جد كان في اثراء لإلك اكثر من الامور اللي بتتعلميها بشكل عام بدروس العزف. انا تعلمت من جيل صغير، يعني 5 سنين موسيقى، يعني انا فتت من انا صغيره من جيل مبكر كيف ما بيقولوا، على آلة بيانو فتت غناء. بحس الموسيقى هي جزء كبير من حياتي، فأنا بستمتع بأي ورشة أي كونسرت بروح عليهم كلهم، يعني إذا
قد ما بقدر قد المستطاع بقدر انه اشارك كله. شو صار البيانو؟ سنة كمان عازفت بيانو، انا عازفت بيانو، شو صار البيانو انه كثير من جيل صغير هيك اهالينا بدفشونا، بس دفشي طبعا بالمعنى الايجابي، نتعلم على هاي الآلة؟ حسب كمان يعني الاهل لاي نوع موسيقى بميلوا، يعني الاهالي اللي بميلوا يمكن الاشي الشرقي اكثر بدفشوا اولادهم على العود اكثر او على البزقة، مع انه البزقة قليل شوي بس انه العود اكثر. صحيح. الاهالي متعلقين يمكن بموسيقى الكلاسيكيه اكثر بدفشوا اولادهم على البيانو، هذا رائع، هذا رائع، المهم يدفشوا اولادهم على محل لطيف وصوره حلوه ممكن يستفيدوا منها كشخصيات في المستقبل. نجوان، بما انه عم نحكي عن الورشات، كنا مع ماريا، شو الورشه اللي كانت في المخيم وانت قلت انه واو لو هاي الورشه كمان في السنة الدراسية العادية موجودة كل أسبوع أروح عليها؟ الورشة كنت فيها أغلب الوقت مع الدكتور بريثا اللي هي ورشة تأليف الموسيقى، إنه إحنا قعدنا نعرفش بعضنا، آلات ما خصهاش في بعض، قانون وجيتار وبيانو وفيولا، نقعد بنألف موسيقى مع بعض، إنه طلعت موسيقى حلوة بالآخر. إنه آلات اللي هي مش من نفس المحل قدرنا نسوي لهن إشي مشترك لإلهن كلياتهن. رائع رائع. سناء، حسيته يعني أوكي تعال نقول خمس أيام هو مش فترة طويلة، بس بهيك بجودة هاي المضامين اللي أنتوا اخترتوها، حسيته فعلا إنه صار في تطور بمهارات بآليات حتى بهيك رؤية المشاركين تجاه عالم الموسيقى بمختلف تخصصاته ومجالاته؟ طبعاً تقدم كتير كبير. يعني كان عنا أول أربع أيام اللي هن زي ما حكى نجوان مع دكتور بريثا اللي هي كان عندها ورشتين تأليف، ورشة للآلات الوترية وورشة لكل الآلات. خلال أربع أيام قدروا الطلاب يألفوا مقطوعتين موسيقيات، يعني مقطوعة واحدة للمجموعة الوتريات وكمان مقطوعة لباقي المجموعة الكبيرة. شغل أربعة أيام كتير كتير قليل حسب رأيي، وساعتين بالأسبوع بس. مع هاد الطلاب نجحوا أنه يطلعوا بنتيجة وإنجاز كتير كتير حلو اللي قدموه باليوم الخامس بالحفل الاختتامي تاع المخيم. نعم. أربع أو خمس أيام ولا مرة كافي عشان نطلع، لكن بدون شك إنجاز كبيرة، بس بالمضامين اللي قدمتوها بس بالضبط إنه يطلعوا بعد أربع أيام أو خمس أيام بنتيجة جدا حلوة وكبيرة. هاد جميل جدا بالفعل، يعطيكوا العافية، بالتحديد لكل الطاقم كمان اللي اشتغل وعم بيشتغل بشكل مستمر في بيت الموسيقى، كمان للطلاب الرائعين والمبدعين اللي كانوا في هاي الورشات ومش متواجدين كل أيام السنة في بيت الموسيقى. قديش رائع أنه تحسي في محل عم يجذب الطلاب ليكونوا معه، يستمروا معه، يكبروا معه، وحتى في العطلة قرروا أن يكونوا في إطار هذا المكان. بالفعل. يعطيكم ألف عافية. شكرا سنة، ماريا و نجوان أيضا على وجودكم معنا. الوقت شوي دهمنا، كنا منحب نسمع مقطوعة مشتركة منكم، بس كتير ضيق مش لصالحنا، دائما في مره جايه. اكيد. شكرا لكم. شكرا.